أهلا ومرحبا بكم من جديد في ظلال الأصيل وموضوعات مختلفة ومتنوعة. في الآونة الأخيرة كثرت القضايا حول موضوع الإيجارات والمشاكل التي تحدث ما بين المؤجر والمستأجر والحقوق والواجبات والقوانين التي تحكم هذه المسألة. حديث أكثر حول هذا الموضوع، أسعد جدا بأن أرحب بضيفي داخل الاستوديو المحامي منذر بدر الدين السيدابي. حبابك عشر، منورنا في قناة الشروق. حبابك ليه، شرفنا والله بالظهور معكم في القناة، وشكر موصول لكم وليك أستاذي. حبابك، نتكلم أول حاجة في موضوع الإيجارات، المؤجر والمستأجر والعقد المكتوب والعقد الشفاهي، الناس تعرف الليها والعليها. طيب، يعني الجدال واللغط والهناية يكثر في الموضوع ده. نبدأ يعني نحدد العلاقة اللي بتحكم طرفي العقد اللي هم باعتبارهم المؤجر والمستأجر. علاقتهم بتخضع لقانون إيجار المباني لسنة 91، ده القانون اللي بيحكم العلاقة التعاقدية. طبيعة العلاقة التعاقدية أو تفاصيل العلاقة التعاقدية بيحكمها أكثر العقد المبرم بين الطرفين اللي هم المؤجر والمستأجر. بنقدر نقول إنه يعني العقد ده القانون ما اشترط فيه الكتابة للتسهيل، لأنه ما دائما بتكون المسألة دي متاحة. بنقبل العقد الشفاهي فيه، يعني هل لازم العقد الشفاهي يكون فيه شهود؟ والله هي مسألة إثبات بعدين اللي قدام في حال ثارت مشكلة أو حصلت أي إشكالية، إنه أي نقطة حتى يعني زي ما بتقولوا بتدور يعني تثبتها بتستند لشهود في إثباتها بالشكل اللي اتفقتوا عليه شفاهة. لكن يعني سيد الموقف طبعا العقد المكتوب، فالعقد المكتوب بالتفاصيل والحاجات يعني في حتى زي ما يقولوا شروط حتى لما تسكت عنها في العقد. القانون قطع المسألة، يعني موازنة بين الشروط في القانون وفي العقد المكتوب. طيب ليه دائما بتحصل مشاكل في الإيجارات؟ هل بسبب عدم وضوح العقد المكتوب أو مثلا الاتفاق الشفاهي ما بين المؤجر والمستأجر، ومرات كثيرة بسبب حوجة صاحب العقار للزيادة؟ وهل ذات الزيادة في العقار عندها قانون بيحكمها؟ جدا ده والله حقيقة سؤال جميل جدا، لأنه في إشكالية في فهم الزيادة وفهم زي ما بيقول المصطلح في العامية أجرة المثل. أجرة المثل هي المحكمة ما بتلجأ إنها تحددها إلا في حالة إنه كان العقار المستأجر نفسه ما تحددت له أساسا أجرة ابتدائية أو أجرة أساسية من الأساس. في الحالة دي هنا المحكمة بتقوم بتجي تحدد الأجرة الأساسية، وبالتالي بعد ذاك يقدر يحدد الزيادة المنطوية على الأجرة الأساسية. هنا في الحالة دي بيلجأ لما يسمى أجرة المثل. هي كتعبير ما خطأ، هي تعبير سليم، لكن ما بنقصد به الزيادة. أول في مفهوم الناس إنه أنا أجرتي المؤجر لك بها أزيدها، دي القانون يتحدث عنها في المادة 6 براو اللي هي تحت مسمى زيادة الأجرة. أما الفهم أو المفهوم في رأس الناس أجرة المثل، ده ما بتلجأ له المحكمة. يعني بالشكل المفهوم إنه نشوف العقارات المجاورة للعقار موضوعنا ده، دي زادوا نحن نزيد وكده، دي زادوا نحن نزيد، دي خطأ، ده فهم خاطئ جدا. والمحكمة ما بتلجأ للحركة في مفهوم الناس دي إلا في حال إنها تيجي تحدد أساسا الأجرة الأساسية للعقار. إذا موضوع أجرة المثل هي في حالات معينة بتلجأ إليها المحكمة، في الحالات اللي ممكن تحصل مشاكل معينة ما بين صاحب العقار أو المستأجر، بيناتهم الاثنين، وشكل العقد ذاته وتوضيحه. دي نقطة مهمة جدا المفروض الناس تنتبه لها، لأنه هنستبين شكل الزيادة. 200 صاحب العقار يحق له يزيد العقار، و200 أستاذ منذر المستأجر يستجيب ذاته للزيادة، يعني بعد كم مثلا؟ نعم. أو يأتي مادة بتقول له طبعا يزيد كم؟ نعم، طبعا المادة حددت شكل الزيادة، وزي ما قلنا إنه ما أجرة المثل هي الزيادة، زيادة الأجرة الأساسية. المادة تحدثت عن زيادة الأجرة الأساسية بعد انقضاء العقد، يعني انتهاء الفترة التعاقدية للعقد وانتقال إلى الفترة الحكمية. طيب بس معلش أقف لي هنا دي، لأنه في نقطة مهمة جدا. نعم. الأجرة الأساسية دي بمعنى أنه مثلا أنا لو مؤجر عقار معين مثلا نقول ب30,000. نعم. هل ممكن 30,000 دي يعني فيها أجرة أساسية مثلا 20 أو 25,000 دي أجرة أساسية بعدين أنا حزيد عليها، وفي 5 تمام. زيادة متعارف عليها بعدين لما أجي أزيد بأخدها بالجنبة ما بحسبها يعني؟ تمام. قاصد شنو بالأجرة الأساسية؟ هي الأجرة الأساسية، نعرف الأجرة الأساسية أساسا
وبعد أن نجي نوضح الحالات حقت الزيادة. جميل. الأجرة الأساسية هي الأجرة المتفق عليها بين الطرفين ابتداء في العقد. أنت زي ما ذكرت في المثال اللي قلته 30 ألف. لو أنا وإنت أبرمنا عقد إيجار مكتوب ووضعنا في الفقرة 2 إنه تكون الأجرة المستحقة قصاد الإيجار ده 30 ألف، هنا في حالتنا دي الأجرة الأساسية، لأنه هي الأجرة اللي ارتضيناها نحن الطرفين إنها تكون يعني مقابل للانتفاع بالإيجار. فالأجرة الأساسية هي 30 ألف. الأجرة الأساسية دي ما تطرأ عليها زيادة إلا إنه العقد ده تنتهي فترة العقدية. المفهوم الأجرة الفترة العقدية هي الفترة اللي بنحددها نحن في العقد، مع مرجعيتنا كلها تكون في العقد ده بس. طيب جميل، معناها أنا اتفقت مع صاحب العقار على مبلغ معين. نعم. ما يحق له وزيادة ما لم ينتهي الفترة الزمنية اللي حددناها، سنة سنتين ثلاثة. العقد انتهى. أيوة، دي المسألة الأولى. بتنتهي الإيجار العقدية باختار المستأجر كتابة أو شفاهة، أو يعني إذا أساسا العقد نص على الإختار، وبعدها بتبدأ الفترة الحكمية أو الفترة السبع سنوات بمفهوم السودانيين، إنه بدينا دخلنا في السبع سنوات ما دخلنا في السبع سنوات. قبل الدخول إلى السبع سنوات ما فيها دعوة بتتم لزيادة الأجرة الأساسية. يعني ما لم المستأجر يكون ساكن في عقار تم مضت سبع عليه سنوات، لا مضت فيه الفترة العقدية. الفترة العقدية دي الفترة اللي بنحددها نحن أطراف العقد في العقد ابتداء. يعني قلنا أنا وإنت أجرنا بـ 30 وأجرنا لمدة سنة، عليه الأجرة الأساسية هتكون 30، وفترة العقد هتكون السنة اللي ارتضيناها في العقد. حتى تنتهي الفترة اللي ارتضيناها دي اسمها الفترة العقدية. ما لم تنتهي الفترة العقدية دي فلا مجال لرفع دعوة لزيادة الأجرة. ما زي ما قلنا ما اسمها دعوة أجرة مثل. ما لم تنتهي الفترة العقدية دي وندخل في الفترة الحكمية فلا مجال إننا نرفع دعوة لزيادة الأجرة. دي الحالة الأولى. طيب. الحالة الثانية، مضي 3 سنوات من آخر زيادة تمت في الأجرة الأساسية دي خارج العقد، أو تمت زيادتها بواسطة المحكمة. وهنا في الحالة دي فلنفرض إنه نحن نرجع للمثال اللي ذكرته أنت أستاذي. أنت قلت أجرنا بـ 30 ألف. الثلاثين ألف دي بعد 4 شهور غلاء المعيشة وزيادة الأسعار، وقمت أنت زدت علي شوية تقديرا. أيوة، عملت علي 40، عملتها 45 بعد كده شهر. هنا تمت الزيادة لها خارج العقد، يعني ما نصينا عليها في العقد، تمت الزيادة خارج العقد. دي مثال. المثال الثاني، بدينا بـ 30، مشينا بعد 5-6 شهور، مشينا تمت السنة الأولى وقمت أنت رفعت فيني دعوة، أو أنا رفعت فيك دعوة لزيادة الأجرة دي، وحددت المحكمة وعملتها 40 مثلا، وبنجي نشوف الاعتبارات أصلا بتزيد المحكمة كيف. هنا لا مجال لرفع دعوة أجرة زيادة أجرة دون مضي 3 سنوات من زي ما قلنا الزيادة اللي اتفقنا أنا وإنت، أو الزيادة زادتها المحكمة بناء على الدعوة اللي رفعتها أنا والمحكمة زادت عليها الأجرة. طيب نمشي مباشرة للاعتبارات عشان ما ننسى الكلام. جدا. نمشي للاعتبارات اللي بتزيد بها المحكمة. طبعا في فهم، يعني هو ما نسميه فهم خاطئ أو مغلوط شوية، دي إشكالية قانونية بحتة تانية، اللي هي تضارب قانوني إيجار المباني مع قانون المعاملات المدنية في الفصل اللي بتحدث عن الإيجارات. المعايير اللي بتزيد بها المحكمة الإيجار هي بتزيد بمعيارين. المعيار الأول هي 6% من قيمة التعديلات اللي تمت على العقار. موضوعنا موضوع فلنفرض نسميه موضوع الدعوة. إذا تمت تعديلات على العقار ده قول بقيمة يعني زي ما نقول 1,000,000، لو أنت حتزيد بعد استيفاء الشروط اللي ذكرناها دي كلها، 3 سنوات من آخر زيادة، انتهاء الفترة العقدية وانتقالها لحكمية، هي الزيادة اللي حتحكم أو المفترض تحكم لك بها المحكمة هي 6% من قيمة التعديلات اللي تمت في العقار. بمفهوم المخالفة، لو ما تمت زيادة في العقار أو ما تمت تعديلات في العقار ما في مجال لزيادة الأجرة. طيب هل يحق لصاحب العقار فسخ عقد التعاقد بينه وبين المستأجر في حالة رفض المستأجر زيادة الأجرة المتفق عليها؟ دي نقطة جميلة جدا، وتقريبا 3/4 المشاكل اللي بتكون في ونحن حقه نخليها شوية بس لما نجي نتكلم عن طيب الفشل في السداد ومشاكل الفشل في السداد. طيب. هي حقيقة الممارسة العملية ما قاعد تسير بالشكل ده، ولكن ده الشكل الموضوع به القانون. وحقيقة هسي مؤخرا صدرت سابقة، السابقة رقم 9 طعن مدني 2021، هي الفصلة الشكل اللي ذكرناه هسي حاليا.
الزيادة دي موضوع زيادة وقفلي باب الموضوع. نعم. موضوع زيادة فيه وبرضو فيه جزئية أخيرة وهي يعني كيف يخطر. نعم. صاحب العقار المستأجر بالزيادة، هل إخطار شفهي ولا إخطار مكتوب وقبل كم المفروض يخطره كإجراء قانوني يعني؟ نعم. هو القانون وضح المسألة دي وقال أي زيادة ما عندها أي يعني زي ما بنقول ما عندها أي مشروعية ما لم يتم إخطار المستأجر بها كتابة أو شفهة يتم إخطار المستأجر بنية المؤجر بزيادة الأجرة أثناء فترة العقد؟ نعم أثناء فترة العقد. ما هو أصلا عموما الزيادة ما حتتم خارج العقد، يا يكون العقد انتهى وعايزين يجدد انتهى عقديا ودخلنا في الحكم أو أن احنا في ظل الحكم لكن ما في زيادة أصلا بعد ما انتهى العقد تماما ما في زيادة. نجي نشوف الحالات حقت اللي انت سألتني منها وده كان سؤال اللي هو في حالة أنا دار أزيد لك وأقوم أضغطك بأنه أنا ما أقبل المقابل. أيوة. دي هي بتدخل هنا في الإشكاليات أو الإشكالات حقت الفشل في السداد. مشاكل الفشل في السداد بتنظر فيها المحكمة أو فيها معايير مهمة اللي هي قيمة الإيجار والزول اللي بيسعى لتسليم الإيجار هو طبعا يعني بالعقد الأساسي المفترض الزول المستأجر هو اللي بيسعى يسدد الإيجار للمستأجر للمؤجر، لكن إذا نص الأطراف في العقد بتاعهم على غير ذلك دي مسألة بتكون جوهرية إنه منو الزول اللي بيسعى للسداد أو لسداد الأجرة. 200 يتم سداد الأجرة، دي متى يتم سداد الأجرة، دي من الثلاثة مسائل الجوهرية. عدا ذلك كونك ترفض أو ما تقبل الاستلام أو يمشي مثلا المستأجر ما يلقاك أو فجأة تغير الطريقة اللي بيتم بها السداد، دي كلها بتعفي المستأجر من إنه يقع في الفشل في السداد. شنو طيب الضوابط على أساسها بنقول فشل المستأجر في سداد ما عليه من من ابتداء إنه أنا أنت المستأجر وأنت الزول الملزم بالسعي لسداد الأجرة في تاريخ الأول من كل شهر وحتى الخامس من كل شهر كفترة أقصاه. نقول إنه مر اليوم الأول وأنت ما دفعته وطريقة السداد بتاعنا كانت زمان بالسداد كاش وبعدين فيما بعد بقت بنكك أول الشهر بيتحول لي بنكك في رقم حسابي، بنسميك فشلت في السداد لما يمر اليوم الأول وتكون دي طريقتنا طبعا على مرار كم شهر، يمر اليوم الأول وتمر الفترة حقت السماحة الأقصى اللي هي الخامس من كل شهر ندخل في السادس والسابع والثامن، هنا بنسميك أنت فشلت في السداد لأنك الشخص اللي بيسعى للسداد الأجرة بتاعتنا معروفة زي ما اتفقنا على 30 وميعادة بتدفع في الأول من كل شهر، هنا بنسميك أنت فاشل في السداد، يحق لي أنا بناء على ذلك أرفع دعوة عليك لاسترداد حيازة العقار وإخلاءك لفشلك في السداد الأجرة المتفق عليها. طيب شنو موجبات الإخلاء؟ دي واحد منا ذكرها. تمام. موجبات الإخلاء تحدثت عنها المادة 11 في قانون إيجار المباني، هي حقيقة ما أعرف الزمن ما يسعنا نتحدث عنها كلها، ولكن من أشهرها الفشل في السداد. حاجة مالك العقار أو صاحب العقار الماسة لسكنه يعني يسكن العقار هو أو أحد أبنائه أو أحد والديه، دي من الحالات. في قيام المستأجر يعني استخدام العقار بطريقة غير مشروعة منافية للآداب العامة أو قيامه بعمل يسبب إزعاج للمالك أو للجيران وتكرار الإزعاج ده، وهنا في دي الحالة الوحيدة اللي بيحق لزول من برا العقد ذاته يرفع دعوة اللي هو الجيران، ممكن الجار يرفع الدعوة دي بإخطار المالك، يخطر المالك ويستنى لمدة شهر وبعدها يرفع دعوة لإخلاء المستأجر. تاني من الحالات الإجارة من الباطن، إجارة المستأجر للعقار من الباطن أو التخلي عن الإجارة. أو يعني شنو الإجارة من الباطن؟ الإجارة بالباطن نرجع لعقدنا المثال الضاربين. أيوة. أنت مستأجر للعقار الذي أملكه، قمت بإيجار العقار من الباطن بأنك سمحت لطرف ثاني أنه يسكن، سواء طلعت أنت أو اتقاسمت معاه العقار ده بالنص وانت قعدت في نص وهو قعد في نص، بمعنى أنه أنا مؤجر منك وأجرت لزول أو نعم. خليت زول يسكن نعم. معي نعم، أنت المستأجر الأساسي واجبت زول معاك يستأجر، أنا بالنسبة لي ده من الباطن لأنه ده مزول الأبرمت معاه عقد الإيجار ابتداء. الحالات اللي قلناها اللي هي إنه أنت تطلع وتخليه يسكن أو تسكن الاثنين مع بعض أو تتنازل له عن الإيجار ده،
اشترط القانون انه يكون بدون موافقه مني، فمعناه بمفهوم المخالفه انه لو وافقت انا فما ما في مجال نقول انه انت اجرت العقار من الباطن. ده الايجار من الباطن بشكل عام. طيب نحن نكمل في موجبات الاخلاء. نعم. الضوابط على اساسها الزول المفروض يخلي العقار في حاله من الحالات اللي هي قيام المستاجر بالاخلال بالعقد بانك تقوم بتعديلات جوهريه او تعديلات خارج العقد او خارج العقار اللي استلمته، خارج شكل العقار اللي استلمته. فلنفرض انه انت انا اجرت لك الشقه بيناتنا دي في ثلاثه شقق، ثلاثه اوض وصاله وحمام. انت قمت بتعديل جوهري اضافي بانك زدت اوضه او نقصت اوضه او كسرت حيطه او غيرت من الشكل اللي استلمت عليه الشقه موضوعنا دي، هنا انت بتكون خالفت. وانا يشترط انه انا اساسا اكون اشترطت عليك انه انت ما تعدل اي تعديلات في العقد المكتوب. في العقد المكتوب هنا في الحاله دي انت بتكون خليت بالعقد بانك غيرت تغيير جوهري في العقار اللي استلمته انت. فده من الموجبات بتاعه الاخلاء، اخلاء المباني. طيب قلت لي من الموجبات برضو الحاجه الماسه. نعم. نعم. بسبب حوجه صاحب العقار للسكن. نعم. هل هناك معايير او ضوابط للحاجه الماسه؟ يعني انا اقدر اقول والله دي حاجه ماسه فعليا تستوجب الاخلاء. تمام، سؤال جميل. حقيقه الممارسات او زي ما بنسميها نحن القانونيين السوابق حددت انه الحاجه الماسه اللي انت بتستند عليها لاسترداد حيازه العقار لازم تكون حاجه حقيقيه فعليه ماسه، يعني حاصله حالا. يقدر مثال معلش يعني للمقاطعه دي، يقدر المستاجر ولا يقدر القاضي بعد رفع الدعوه القضائيه؟ هي طبعا ده كله بنقول انه احنا حصلت الاشكاليه والناس لجأت للمحكمه. هنا دي بتحدد المحكمه، يعني امثلتنا اللي بنقولها دي كلها انه استصعب علينا ان احنا حلها وديا، وبالتالي لجأنا للمحكمه المدنيه بوصفها المحكمه المختصه عشان تحل لنا النزاع بتاعنا ده. المعيار اللي بتتبعه المحاكم لانها تحدد هل الحاجه دي حاجه فلان الفلاني دي هي حاجه ماسه او لا، هي انه الحاجه تكون حقيقيه. فلنفرض ان احنا قلنا الحاجات اللي بتخليك تحتاج للعقار هي سكنك، تسكنه للعقار انت او احد والديك او احد ابنائك. فلنفرض انه انت الزول، انا اجرت لك العقار بتاعي وانا عندي ابناء، ابنائي دي اللي اتزوجوا بقى ما في عندهم ملاذ يسكنوا فيه غير شقتي المؤجره لك دي، وفعلا شرعوا في اتمام عقد الزواج وجابوا العفش والشيله وامورهم اكتملت تماما، وما فضل لهم غير انه انت تطلع من العقار ده عشان يسكنوا. هنا في الحاله دي بنقدر نسمي الحاجه حقتي دي هي حاجه حقيقيه ماسه انيه الان، يعني ما بيحول بينها وبين السكنه الا انه خروج المستاجر من العقار. دي الضوابط اللي بتتبعها المحكمه علشان نقول انه الحاجه دي حاجه ماسه، والحاجه دي لسه ما بلغت مرحله الحاجه الماسه او الحاله الحقيقيه. طيب كم يمهل المستاجر لاخلاء العقار في حال الحاجه الماسه؟ يعني بنسمع كثير جدا يقول لك والله زول ده جاء واختار بالاخلاء لكن المحكمه سمحت لي بانه لحد ما يلقى بديل او يلقى سكن. هل الحاجة دي فضفاضة يعني شهر شهرين ثلاثة أربعة؟ والله يا أخي ولا تخضع لتقييمات المحكمة؟ مفترض أنه أنا في البداية أنت كمستأجر أنا عرضت عليك الحاجة حقتي يا أخي يا فلان فلان، والله ده طبعا بحكم يعني الودية بيناتنا، أنه لأنه من أقوى العلاقات يعني بتبقى قريبة من القرابة بيناتنا، ناس بيسكنوا مع بعض أكثر من 6 و7 و10 و15 سنة. بجي بخطرك بحاجتي دي أنه يا أخي والله عندي ولدي فلان فلان ده يتزوج وداير أسكنه أنا ده، بيناتنا وديا حلينا امهلتك كان بها، ما امهلتك واضطرينا انه نحن نحل النزاع اللي بيناتنا ده بالمحكمه، هنا بتمتد الدعوه بتاعتنا دي لحد ما يصدر حكم في مواجهتك، حكم نهائي في مواجهتك، يعني استنفذ كل طرق القاضي بالمحكمه الابتدائيه الاستئناف العامه وانتهينا، المحكمه قالت تطلع. هنا ما في امهال اكثر من انه انا برفع دعوه، برفع بقيد في مواجهتك عريضه التنفيذ و بنفذ من مواجهتك، فما في امهال بالمعنى الحرفي الا انه يا هل امهال الاسبوع اسبوعين او ثلاثه، والحاجات البسيطه دي بتكون في التنفيذ، لكن من ناحيه يعني خروجك فانت خلاص المحكمه اكدت بحكم منتهي استنفذ كل طرق التقاضي انك حتطلع، فما في امهال بالمعنى الحرفي الا انه دي المرحله اللي بتسبق الدعوه. لكن في حاله الدعوه القضائيه. نعم. للحوجه الماسه
ما في إمهال، ما في مدة معينة لحد ما بدينا الدعوة، صرحنا العريضة ورديت على الدعوة وسمعنا الشهود وصدر القرار بإخلاءك. هنا بس بننتظرك هو فترة الاستئناف، المسائل القانونية دي بس انتهى وقلنا إنه الحكم ده بقى نهائي واستنفذ كل طرق التقاضي، خلاص بنفذ في مواجهتك وبمشي أصرح عريضة تنفيذ في مواجهتك، فما في إمهال زي ما بقوله يعني في الممارسة العملية. طيب أنا حقبال تكلمنا عن الإجارة من الباطن، نعم. هنتكلم برضو عن ضوابطها يعني. نعم، إحنا زي ما قلنا القانون اشترط الموافقة، موافقة المالك على قيام المستأجر بإيجار العقار من الباطن، هي ده الضابط الأكثر يعني، ما دارين نتعمق في التفاصيل الزمن ما بيسعفنا، لكن متى ما أنا نحن بنقدر يعني. نحن نتكلم برضو عن إنه كيف القانون حمل حاجة دي، حمى بالضبط ما عرفتها، ما القانون حمل العقد من الإيجار من الباطن. ما طيب دي من الحاجات القانون نص على إنه حتى لو ما تم ذكرها في العقد الابتدائي بين أطراف العقد، يكون كل عقد إيجار مبرم هنا في السودان في التزام على المستأجر إنه ما يقوم بإيجار العقار من الباطن حتى لو ما تم الذكر المسألة دي في عقد الإيجار ابتداء. كل عقد إيجار محمي بواسطة القانون إنه ما يحق للمستأجر إنه يأجر العقار من الباطن حتى لو ما نص على حاجة دي، إلا في حالة إنه أنا وافقت كتابة، أنا كمالك وافقت، أو أنا كمانح إيجارة وافقت كتابة إنه أنت يحق لك إنك تستأجر من الباطن، أو إنك تتنازل عن إيجارة العقار لغيرك بأنه تطلع زي ما بسموه خلو رجل والكلام ده، أنه أنت تطلع ويجي زول غيرك يعني يواصل. طيب نتكلم برضو عن الفترة الحكمية، 200 تبدأ و200 تنتهي، نعم. وكيف تنتقل من الفترة العقدية للفترة الحكمية؟ نعم، دل في مفهوم السواد الأعظم اللي بيسموها 7 سنين. نحن عرفنا في البداية الفترة العقدية دي الفترة اللي نحن بنكتبها في العقد ابتداء عند إبرام العقد، حسب النص اللي ذكرناه ونحن في عقدنا. فلنفرض انه انا وانت عملنا العقد بتاع الشقة وذكرت انه يا اخي بيبدأ العقد في تاريخ كده وينتهي في تاريخ كده ويجدد برضا الطرفين، سكوتنا عندما نصل التاريخ المحدد ده، سكوتنا عن التجديد من عدمه بيجدد العقد تلقائيا وبدخلنا في تاني مجددا في الفترة العقدية. بالتالي هنا نحن ما بنقول انه نحن دخلنا 7 سنين، 7 سنين هي الفترة الحكمية دي بندخلها متى ما اخترتك بنيتي في عدم رغبتي في تجديد عقد الإيجار المبرم بيني وبينك. وبالتالي هنا نحن بنقول انه نحن دخلنا في 7 سنين الحكمية دي بحكم القانون، مدتها 7 سنين، نهايتها واحد من موجبات سألتني منه قبل، واحدة من موجبات الإخلاء اللي هي انتهاء الفترة الحكمية. الفترة الحكمية بتيجي بعد انتهاء الفترة العقدية. المثال الثاني انه انا وانت عملنا عقد وما نصينا على تجديد، قلنا يا اخي والله العقد اللي بيني وبينك ده بيبدا في 1/1 وبينتهي في 1/1 السنه اللي بعدها، ما جبنا اي يعني اشاره للتجديد العقدي دوريا او برضا او من دون رضا. هنا في الحاله دي طوالي بقدوم يوم 2/1 السنه اللي بعدها بندخل تلقائيا في الفتره الحكميه وبنكون دخلنا في 7 سنين. انقضاء 7 سنين دي واحد من موجبات الاخلاء بيخليني او يجوز لي انه انا ارفع فيك دعوه لانتهاء الاجاره الحكميه وإخلاء العقار. طيب ختاما كده نقدم نصيحة قانونية لمالكي العقار وللمستأجرين عشان يكون أي واحد في الجانب الآمن. والله نحن ما بنقول أكتر من إنه يعني الناس كلها عارفة الظرف الاقتصادي الحاصل، هو بيقول لك القانون ده بيقيف مع المستأجرين وشوية في مظلمة واقعة على الملاك في مسائل الزيادة، والزيادة أجرة المثل ما أجرة المثل، الإخلاء الحاجة الماسة ما الحاجة الماسة. والله بننصح الملاك والمستأجرين يضبطوا مواعيد السداد وفترات السداد ومن الشخص الملزم بالسعي للسداد، دي حالات يعني لازم يكونوا مضبوطة، فشل وتأخر لي وما بيدفع لي دي واحدة برضو من يعني في ممارسات المحاكم بتقول إنه ما مجرد عدم السداد هو فشل، السداد في غير موعده هو برضو فشل. الناس تلتزم بمواعيد السداد، يكون في تسديد وتقارب شويه في يعني التفاهم زي ما بقوله. ده تقريبا العقود، ناس تحكم صياغه عقودها، تكتبها، تبتعد عن الصيغه المكتوبه جاهزه زي ما بقولوا العقود السوق دي، ودي بس كده. عدا ذلك ما يعني ان شاء الله ما بكون المرضى مش تمام. احنا شاكرين لك جدا المحامي منذر بدر الدين السيدابي، نورتنا وشرفتنا في برنامج الشرف لي والنور نوركم والله.
كتر خيرك ان شاء الله، نتمنى نشوفك في محطات قادمه. اللهم امين ان شاء الله. اذا دي كانت محطتنا مع المحامي الاستاذ منذر بدر الدين السيدابي وقانون ايجار المباني. الى هنا نكون قد وصلنا واياكم الى نهايه حلقه اليوم من ظلال الاصيل، والتي ابتدرناها بلحن البدايه ومن ثم الموبايل وعلاقاته النفسيه. كان ضيفنا دكتور الطاهر خاطر، ومن ثم ضيفنا داخل الاستوديو الشاعر احمد بلة الكاهلي، وذهبنا في محطه خارجيه لذكرى احياء ذكرى الفنان العبقري إبراهيم الكاشف، ومن ثم قانون المباني. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. حتى ذلك، ومن حين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. مع السلامة.